السلام عليكم أصدقائي أحبائي في كل مكان. إحنا اليوم التاريخ 26/12/2023، إحنا الحمد لله لليوم عايشين وبخير. وفي الفترة الأخيرة تم تداول أخبار عني في الجزائر الحبيبة واليمن الحبيبة إنه أنا استشهدت. أنا الحمد لله بخير وهينا عايشين، وربنا قدر إن نعيش لهذا اليوم، اليوم 80، وما زلنا في الأزمة وربنا يفرجها. وأنا الحمد لله بخير هيني قدامكم. وطبعا زي ما أنتم عارفين إحنا أخلينا أكثر من 7 مرات، إحنا يعني إحنا أخلينا من البيت في هذا اليوم. تاني يوم في المساء تم قصف بيتنا وتدميره بالكامل، ونزحنا إحنا لأكثر من مكان أكثر من 7 مرات، وكل مرة كنا ننزح لمكان يتم القصف علينا أو يعني يتم القصف محيطنا، وربنا ينجينا نجانا من الموت أكثر من مرة بأعجوبة والحمد لله. وأنا بشكر كل أصدقائي ومتابعيني من كل أنحاء الوطن العربي اللي بتابعوني وبتطمنوا علي، وأنا الحمد لله بخير وعايش الحمد لله.